هدى هسه مو وحدها، ايه؟ هدى وياك ضيفه، ايه؟ انت راح تعرفينا عليها. اعرفكم على والدتي الثانيه، هي ام وحبيبتي وصديقتي وروح لها فدوه. زين، لا خير على امي الحقيقيه وام ليث، فديتها الام. مرحبا اول شيء خاله ام ليث، يعني نورتينا وشكرا لانه موجوده انت ويانا اليوم. انا ما فهمت الفكره شلون. انا هدى قالت لي انا عندي امهات اثنين مو ام واحده. امك الحقيقيه عرفناها، ام ليث احكي لنا شو كنت شفتي هدى وشنو صار؟ والله هي يوم من الايام طالعه برا انا وبنتي، فشفتها براس الشارع، فيعني حبيت اسال عليها، يعني اقول لها يعني شو اسمك؟ هي قالت لي اسمي اكل ما اشبع. اي فظليت قمت يعني دليتها على بيتي، قلت الله عليك على تعالي لي، انا احبك يعني. كانت طفله هدى، كانت اصغر. اي فوالله قامت دليتها البيت، قامت تجي، فظلت استمرت يعني يمي، تبات يمي اروح البيت وماني يم ابوها، فابوها الله يرحمه يوصيني يعني، وامها يعني يوصوني عليها، انا يعني ما عندي احد، كان جهالي كلهم صغار. اي فظلت يمي بعد يعني ما عفتها، فاشتري جهالي اشتري لها، تاكل وياي تنام وياي كلها ويانا، تبنيتيها كانما. اي وهسه وبعد لحد الان ولحد البارحة وما خليت تطلع يعني من البيت، والله كلش احبها، اعز ما اعز ولدي والله العظيم. احنا يعني بمقابل اللي سمعناه بالنص اللي فات من الحلقه من قسوه ناس، من تنمر، من جحود، اليوم نشوف صوره ثانيه عن ناس تحب بدون شروط، عن علاقه بين ام وبنتها، وبين يعني علاقه بدون شروط وحب غير مشروط بينكم. انا كلش فرحان بهذا الشيء. هدى شنو تقولي لها الام ليث؟ والله ادعي لها يخليها لنا وهي وابويا، ويخلي اولادها وبناتها ويعلي مراتبها، وان شاء الله اشوفها على جبل عرفات. امنيتي من الدنيا انا اشوفها من بعيد، حتى لو اروح وياها اشوفها من بعيد على جبل، على حسنها وعلى طيبها، مو بس وياها ترى ويا الناس كلها. امي بالفعل امي ام ليث ترى ويا كل الناس، يعني اذا واحد يبكي بكي، واحد ضحك. انت شنو تتمني لها؟ انت شنو تتمني لها الهدى؟ والله اتمنى لها شلون اتمنى البنات يتزوجن وصارت اطفال عندهم، اتمنى الهدى هيجي، ويا ريت لو يجي واحد يخطبها انا اصرف عليها، انا ازوجها. هاي سمعت جبتي لها عريس قبل؟ جبت لها والله بس ما صارت القسمه، ويا ريت هسه لو اكو احد انا اصرف عليها. نعم. يعني العرس كله علي، اذا يجي احد يعني يخطب هدى. ها يعني هاي احسن راح يجون المعاريس كلهم راح يطلعون فيها بلاش. قولي لا 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 حبيبتي والله اتمنى لها يعني تصير. والله انا بس ادعي لك يطول عمرك ويطول عمر ابونا ابو ليث، ويطول عمر الاولاد والبنات. يعني انا ما احس، الله يسلمك، وما احس انا يعني غريبة عليهم، احس منهم وبيهم، يعني هم ولدوني وهم كبروني وهم تعبوا علي. الله يعني تصور البارحة، يعني اخاف اطلع عن الكلام على تصور البارحة خطية من الظهر لحد ما قالت بالتسعة بالليل هي تفتح وياي بالكرم تشتري لي ملابس وخير ملابس وتخبضين طالعة اليوم بفضلها يعني. الفضل الله هي يعني. طبعا شكرا مره ثانيه يعني خاله ام ليث، واتمنى لك يعني طولة العمر وشوفين اولاد اولادك. طول عمرك يومي، يعطيك الصحه والعافيه ووفقك يا رب.